المطروح. أنا الأمر اللي ما فهمتوش فوزي أنك كنت تحت جناح رحمه الله محشي. رئيس سابق لشبيبة القبائل محشي شريف حناشي. ومحشي شريف حناشي في سنوات التسعينات كان رجل قوي جدا، وكنت انت تحت جناح حناشي، ومع ذلك وحناشي كان يتحدى مدربي المنتخبات الوطنيه، ومع ذلك لم يتم استدعاء شريف باسكو. ما كانوش يحبوه، كاين الناس ما كانش تحبوه. وعلاش ما تقدرش طوبي؟ كاين الناس اللي يجيو ضد حاجه، ويفهمني احسن هداف ثلاث سنوات متتاليه هو حاج عدلان. نعم، وعلاش ما يعيطولوش ويعطيولو لا شونس؟ قال لك حاج عدلان هو مهاجم نادي وليس مهاجم منتخب. هادي جديده، هادي ما عندها، هادي دوك ما عندناش، ما عندها مامي بن علي، يسعد بورحلي، فاروق بالقايد، برقيقة، ياس الدين مغراوي، نحسن نازف، هادو كاع عاديين، هادو ماشي لاعبين. انت هاد اللاعبين كامل، عمار عمور، عطاولو لا شونس. رضا عباسي عطاولو لا شونس. كاين بوكو جوار نسيتي لك، غير راني نتفكر. نعم، قشير تاع النابه، شوف كيفاش كان يلعب تاع باتنا قشير. نعم، كانوا يعطيولو لا شونس. بوكو زيد في الغرب، لاعبين في الغرب كانوا يطيروا. ايه، كان مكني تانيت، كانوا لاعبين بزاف، كانوا لاعبين بزاف. اليوم واش نقول لك؟ كاين اللي الحد انت تحدثت مع حناشي حول هذا الامر. حناشي هو كان ديخان الله يرحمه، يقول لهم فوزي ما يديوهاش، هو كان ديخان. واش نقول لك انا؟